الشقي ذو الشعر الأحمر، حكاية من تراث الهنود الحمر. هذه بلدة صغيرة في جنوب كولورادو، وعلى أحد جبال الجانب الآخر من البلدة يقف رجلان خارجان على القانون، يدعى أحدهما بيل والثاني سام. هل صحيح أنك ستختطف ابن ذلك الثري دورسيت؟ هيا أخبرني يا سام، هيا. بالطبع، إنه بخيل ولكنه ذكي جدا، وإذا تعلق الأمر بولده لن يبخل ببضعة آلاف. آلاف؟ إضافة إلى تلك النقود التي حصلت عليها من ذلك الأحمق منذ أيام، يمكننا أن نفعل شيئا. صحيح، هيا بنا. هذا هو بيت الثري البخيل الذكي دورسيت. أرجوك يا سيدي أن تنتظر. أرجوك أن تكون بعد ذلك. جوني، أرجوك يا سيدي لا تصعد الشجرة. يا سيدي جوني، أرجوك انزل. أرجوك معلمك بانتظارك، انزل. وما شأني أنا بالمعلم؟ ما شأني؟ لكن هذا شيء سيء يا سيدي، يجب أن تدرس حتى تستطيع متابعة أعمال والدك بنجاح. أنا أفعل ما يحلو لي، فهمتم؟ هذا هناك. سيدي، لماذا كل هذا الضجيج؟ من هناك؟ جوني، ماذا تفعل هناك يا عزيزي؟ انزل. لا شيء، أتسلى. أرجوك يا سيدي أن تجعله يحسن التصرف. إذا استمر سيدي جوني على هذا الحال فمن المحال أن نقوم بمهامنا. نعم. عليكم أن تعاملوه معاملة حسنة ولا تجعلوا منه طفلا جبانا. يجب أن يتحلى المرء بالقوة حتى ينجح في الحياة. دعوا جوني، دعوه. افسحوا الطريق. الولد الوحيد لعائلة دورسيت شقي جدا. يا شاطر، هل تريد الحلوى؟ لا، أنا أحب لعبة الهندي الأحمر، ما رأيك؟ إذا سنصبح صديقين فأنا فارس المغوار. حسناً، أنا الزعيم الهندي ذو الشعر الأحمر. حسناً يا صديق الهندي، نحن رائعان مع بعض. ها؟ خذ أيها الأبيض. بيل، هذا هو المطلوب، إنه هو. آهو، يهي. لا تتحرش بالزعيم ذي الشعر الأحمر، لا تفعل كذلك بالزعيم، سألقنك درسا. لا تفعل ذلك، أنا زعيمك، اسمع أوامري. ماذا حدث؟ إلى أين ذهب؟ كمال أنا الزعيم الهندي ذو الشعر الأحمر، لقد أصبحتما أسيرين الآن. حسناً، نحن أسيران، استسلمنا. وقبل مرور 3 ساعات كان الخارجان على القانون قد ندما على قرارهما بخطف جوني. أتعرفون لماذا؟ انظروا وشاهدوا هذه الضمادات. أيها الحقير، تحاول الحصول على اللحم دون استئذان الزعيم؟ يا لك من شقي، كل هذا بسبب حسن معاملتنا لك، لن أسمح لك. اهدأ يا بيل وتذكر الآلاف، تذكر. النقود، نعم إنني أحب النقود. كن صبورا يا بيل، غدا نقوم بإرسال رسالة نطلب فيها 2000 على الأقل مقابل هذا الصبي. حسناً، اسمع يا صديقي، لقد فهمت قصدك، سوف أتحمله من أجل النقود فقط، النقود. إنها ساخنة، ساخنة، ماذا حدث؟
جزاء من يتمرد على الزعيم ذو الشعر الأحمر، سوف أحصل على فروة رأسك قبل طلوع الفجر. كف عن ذلك الآن. كف عن مشاكساتك أيها الصبي، وإلا ضربتك. لن أفعل ذلك ثانية، أرجوكما لا تعيداني إلى البيت. ماذا؟ يا لك من صبي، لم يسبق لي أن استمتعت بوقت جميل كهذا. حسنا حسنا، لن نعيدك إلى البيت، اطمئن. حقا؟ رائع، الليلة هي ليلة المهرجان، أنا أعطيكما إذنا خاصا فلترقصا معي. هيا. أعرف ألف دولار، أعرف ذلك. نعم حسن. يدي وقدمي ثم حاول أن يسلخ رأسي يا عزيزي. لا بأس لا بأس. كنت سأحصل على شعرة فقط صدقني. لا إنه كان يحاول سلخ رأسي. نعم لقد حاول ذلك فعلا. سام لن تعيدني إلى البيت ها؟ بل سوف أعيدك. نعم سوف أعيدك. كان هم بيل وسام الحصول على النقود والتخلص من جوني بأسرع وقت. أطلب 2000 دولار فدية لابنك جوني، أما إذا رفضت ذلك سيقتل ولدك بيد 2 جسورين متهورين. ولكن كيف يجرؤان على اختطاف السيد الصغير يا سيدي؟ كيف؟ يجب أن أجيب الجسورين المتهورين. حسنا كما تريد يا سيدي. حسنا. أنا أعرف جوني جيدا، الأمر لا يدعو للقلق، ولكني سوف أعيده. أسرع، لماذا أنت بطيء هكذا؟ أسرع أيها الحصان، أسرع. 1000 دولار. أسرع، لماذا لا تسرع؟ سأتحمل قليلا من أجل ذلك. سأتحمل. أقول لا أستطيع التحمل. سام لقد أنقذتني، هل يمكننا إعادة الصبي؟ اقرأ هذا، جاء الرد. لا 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 لا، أرجو أن تقوم بدفع 500 دولار حتى نقبل باستعادة جون. ماذا؟ ماذا؟ هذا يعني أن عائلة جوني لم تدفع 2000 دولار، بل على العكس تطالب 500 دولار. لقد تورطنا. سام دع الصبي هنا وبذلك لن نضطر لدفع 500 دولار، ما رأيك يا عزيزي؟ لا لا فلنجرب، لكن الأمور لن تسير هكذا. أيها الشقي هيا اذهب إلى بيتك، وإلا قمنا بسلخ راسك. أراكما تستمتعان بلعبة الهندي الأحمر. حسنا. كما توقعت تماما. أخذا يلومان نفسيهما لخطف الصبي، ولكن بعد فوات الأوان. أطلق سراحي الآن. هيا لا أريد العودة إلى البيت. لا أريد العودة إلى البيت. أطلقات سراحي، لا أريد العودة إلى البيت. شكرا أيها الجسوران المتهوران. خذ ابنك وخلصنا منه رجاء. وال500 دولار أين؟ خذ. شكرا، خذوه. لا لا دعوني، أريد الذهاب معهما. دعوني، فلتنصرف في الحال، ففي أقل من 10 دقائق سوف أطلق سراح الزعيم ذي الشعر الأحمر. انتظروا، أنا قادم معكم، انتظروا.
هرب سام وبيل مسرعين، فقد قضيا وقتا رهيبا مع الصبي بجانب تغريمهما $500. ترى هل قاما بفعل شيء بعد ذلك؟ كلا لا أعتقد.